أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامج مواقف مع المسيح وكل مرة بناخد موقف بنتأمل فيه وبنشوف كلمات ومعاني ورسالة عميقة جدا بيوصلها الرب يسوع لنا من خلال الموقف أو المثل أو المعجزة النهاردة هنكمل موقف مرثا ومريم الجزء 2 وتعالوا قبل قبل ما نشوف الحلقه اللي فاتت قلنا ايه اعرفكم بضيف البرنامج الشيخ يوسف نسان مدير قسم الابحاث والدراسات الكتابيه في دار الكتاب المقدس اهلا بك يا يوسف ومبسوطين تكون معنا في البرنامج ده. انا سعيد جدا كمان شكرا اعزائي تعالوا نفتكر مع بعض الحلقه اللي فاتت قلنا ايه ونرجع نتكلم عن موقف المسيح مع مارثا ومريم <applause> قابلته امراه عايزه اعرف بالمناسبه دي ايه دور المراه في رسالة إرسالية يسوع؟ أولا من لوقة 8 عدد 3 نعرف أن النساء كانوا هم الممولين لحملة الرب يسوع الكرازية لكن لو الواحد عايز يعرف دور المرأة في إرسالية المسيح لازم يقرأ سفر أو بشارة لوقة لوقة تخصص الأمر ده يعني من بداية يعني يذكر لنا نساء غير مذكورات في أي إنجيل تاني يعني زي ما بولس كان عند قدمي غملائيل بيتعلم الوضع ده بس ده كان المعتاد يكون راجل يعني غير معتاد تماما ان يعني في حاجه اسمها تلميذه يعني كان وقتها تلاميذ بس مش واحده مش واحده ابدا فبس هي اخذت الوضع ده والوضع ده متكرر معاه يعني مش دي اول مره ولا اخر مره في يوحنا 12 هنكتشف انها عند قدمي يسوع هي اختارت المكان, المكان, ده باستمرار وما تغيرتش يعني تأثير أختها أو انتقاد أختها اللي هيبان بعد شوية ما غيرش موقفها، إنها دايماً بتختار الوقت المكان ده تكون عند قدمي المسلمين. فهو وضع مثالي أو صورة للتلمذة الحقيقية. أه تعالوا مع بعض نقرأ إنجيل لوقا من عش أصحاح 10 من عدد 38 لآخر الأصحاح. وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلته قبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة فوقفت وقالت يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي فقل لها أن تعينني فأجاب يسوع وقال لها مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها آخر حاجة يوسف احنا اتكلمنا عن آه كلام مرسى للمسيح وبيقول لها أما بتقول له أما تبالي آه 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 أختي تركتني وقل لها وكانت مضايقة قوي يعني أن هي بتشتغل لوحدها آه عايزة الرد بقى المسيح فاجاب يسوع وقال لها مرسى مرسى، ليه ليه قال لها مكان؟ كفايه مرسى واحده بس. في رايي انا المسيح الكلام ده قاله لبطرس وقاله لشاول بمعنى في عتاب وفي حنان وحب شديد يعني الكلام اللي بيقوله المسيح هنا من ناحيه عايز يهدي مرسى عايز يرجعها لوعيها شويه، عايز يهديها يمكن منفعله آه وفي نفس الوقت هي لحظه آه مليانه بشخص عايز يحتضن الشخص اللي قصاده ده بكلمات مليانه رافه في اللي جايه بعد كده. يعني مرثى مرثى يعني انا دايما باخدها بالمعنى اهدي يعني اسمعي آه آه لان هي قبليها بتقول له قل لها ان تعينني. <applause> الطريقه دي معناها كانها بتقول له يعني افعل شيء يعني اتصرف يعني ولا هتقوم تساعدني بس آه هي يعني قاعدة كده حاجه يعني ما تسيبنيش <applause> انا كده ما تسيبنيش انا لوحدي انا هي اللي في ذهن مرثا ان هي عايزه كل البيت يبقى بيعمل كل مجهود ممكن عشان يكرم المسيح, المسيح, <applause> المسيح يعني هو اللي في ذهنها كده وانه بعد ما نتعشى او بعد ما ناكل يبقى نقعد نقعد يعني في وقت كده وفي وقت كده فهي بالنسبة لها كده الامور واضحة. ومنطقي في اي بيت يعني بالزبط. لو ضيف جيب نبقى كلنا, كلنا. بنجهز الحاجة لأي عدد كبير. آه. بالظبط يعني هي عايزة. هي, هي مشكلتها كمان وانا بقول دي مشكلة ناس كتيرة في الخدمة هي فكرة انا وحدي. يعني تركتني انا وحدي، فكرة ان انا وحدي. يعني دي قالها بقى ايليا في القديم في, في سفر الملوك الأول ان بقيت انا وحدي. فقالوا له في 7000 ركبة لم تنحني بعد البعل. كل واحد فاكر انه فاضل هو لوحده. وبالتالي بينتقد الناس الثانية أو إن هو واحدة بس اللي بيعمل وعايز يعلن عن كده آه. وعايز يعلن عن خدمته وعايز يبين تعبه للناس اللي حواليه، أنا هنا مش بدين مرسى بس أنا بقول مرسى هنا غصب عنها حاسة فعلاً إنها لوحدها ومش قادرة تكمل لوحدها والعمل أكبر يعني أنتِ إيه عندك حل من الحالتين يا إما تكملي في اللي أنتِ ماشية فيه وبالتالي محتاجة معاونة أو تقللي في اللي أنتِ بتعمليه اه وهو الحل التاني اللي هيقوله المسيح يعني المسيح دي الحل التاني مش الحل الأول يعني. اه ما احنا نشوف بعد, بعد كده هو بيقول انت تهتمين وتضطربين هل في فرق ما بين تهتمين وتضطربين او هو تاكيد للمعنى لا تهتمين انتي انت حتى تهتمين حتى كل قلقك ما الهم هنا فيها جزء قلق ألأ كل قلقك بزياده على اعصابك في اللي انت بتعمليه يعني أنت عايشة على أعصابك، أنت مليانة بالقلق وخايفة إن الأمور ما تمشيش بش بشكل صحيح يعني، فأنت اهتمامك يعني أولاً أنا متأكد إن ربنا اكتر من زيارة قبل كده اداها كلمات تقدير وشكر قبل أكل. الأكل وبعد يعني م. عارف ومقدر قوي تعبها تعبها ايوه أكيد سمعت كده كتير بس المرة دي يمكن مفاجئة بالأمر يمكن العدد الكبير يمكن ما نعرفش إيه الظروف أو كانت مريم قبل كده بتساعدها. إن الأمر ده خلاها مش قادرة تكمل بنفس الشكل الأولاني، لكن أنا ما عنديش شك أبداً زي ما قلت المرة اللي فاتت إن كل صح متقدم للمسيح كان عارف مقدار الحب والاهتمام اللي ممارسة ليه هو كشخص وهي أكرمته إزاي، ففي ناس عايزة تكرم المسيح بكل إمكانية موجودة جواها و... وتعبر له عن محبتها، فهي دي ال... ال... لكن الثانية بقى مش قلق بس أنت منزعجة وبتزعج اللي حواليك عارفه اللي 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 تمشي وتخبط يعني انت مهتمه بحاجات كتير ويعني وعامله قلق يعني, و عاملة و عاملة ألا يعني ألا أو ولا أه عارفه انا اسف التعبير اللي بيخبط في الحلل أه يعني كل شويه حاجه بتقع و و عشان اللي هي تعبت في ناس من كتر التعب انا اعرفهم أه في البيوت يعني ستات في البيوت ممكن يكرر يعني يكسروا صحن أه لا ده أه عن تعبت أه تعبت أه أه مش قادره ومفيش حد معاها يعني حتى لو ما حد معاها في البيت لان هي جزء من اضطرابها جزء من قلقها جزء من اصابها بتطلعه في الطبق ده لان هي مش قادره تكمل تاني ومفيش حد حاسس بيها يعني مفيش حد بيقدم ليها معنى هي مشتته في فكرها تماما زي ما قلنا قبل كده اولوياتها مش واضحه مش عارفه يعني عارفه تبتدي منين الست اللي ولا تبتدي عارفه هي بتعمل ايه وهي دايما مارسة عارفه بتعمل ايه تتحول لشخصيه في موقف زي كده مش قادره تكمل لان البنود كتيره اللي مطلوب منها والوقت قليل طب ليه يعني. ليه حضرتك بتقول دايما مرسى بتبقى عارفه تعمل ايه هل في مواقف قبل كده بينت ان هي كانت مرتبه اولوياتها لا هي اولي لك اولا انها هي ست البيت يعني من البدايه هي اللي بترحب بالمسيح وهي اللي بتقبله في بيتها وفي نفس الوقت ده وضعها باستمرار حتى لما نرجع ل آه يوحنا 12 لما بنكتشف نفس الموقف بس طبعا الموقف قبل الفصح بست ايام فقبل الفصح ستة ايام آه. آه يوحنا 12 اتى يسوع الى بيت عنيا حيث كان لعذر الميت الذي اقام من الاموات فصنعوا له هناك عشاء وكانت مرثا تخدم آه واما لعذر فكان احد المتكئين فاخذت مريم آه منى آه يعني وقعدت عند قدمي هي صعبة يعني في النهاية ماري ماري بس هي خدمت يعني باين ان هي مرسة هي بتخدم ماري قاعدة نفس القعدة هي هنا نفس نفس الموقف يعني. نفس الموقف يمكن بس العذر اضيف لكن هنا لا هي عارفة بتعمل ايه هي شاطرة لكن كمية اللي مطلوب منها بالنسبة لضيق الوقت محتاجة مساعدة اختها وغالبا ان انا بقوله في كل المرات الامريكيه كانت ساعتها طب ما يمكن كمان حضرتك قلت لنا حاجه معلومه قبل كده ان مارسة هي صاحبه البيت اه طبعا فهي مارسة اللي دايما اللي مسؤوله قدامهم قدام مريم والعازر قدام كل الناس اللي بتدخل ايوه ما هي كده بس ده مش معناه ان مريم ما بتعملش حاجه وقاعده القعده دي يعني فهمني. يعني دي 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 مش متوقعه من مريم ان اختها الكبيره هي اللي بتخدم وهي قاعده كده بيني وبينك الوضع نفسه رغم انه في كل موقف هي قاعده اه 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 <applause> طبعا لكن الموقف نفسه طبعا خاصه غالبا المره الاولى كانت جاهزه لان قبل الفصحى بست ايام دي آه يعني وقت معروف انه كل الناس بتحتفل بيه ممكن يكون مريم ساعدت قبل كده لكن الموقف ده غالبا كان شبه مفاجئ يعني وفيما هم سائرون دخلوا قريه يعني مش باين انه كان يعني بالصدفه مدين يعني خبر ان هم آه جايين البيت فزي ما قلت الثلاث اربع حاجات اللي مطلوب تعملها في وقت قليل كان كتير نتعمل لوحدها طيب ما هو المسيح لما بيقول لها انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره آه. كان قصده ايه المسيح في امور كثيره ما هي زي ما قلت في حاجات مضطربين يعني معنى ايه انت عندك زحمه افكار افكار جواكي ومش قادره ترتبي الاولويات مريم ما عملتها شويه ولا امور كثيره قصده اكل كتير او حاجات كتير لا مش اكل كتير بس كثير. ما هي حاجه ما ده المقصود انك مش قادرة ترتبي اولوياتك ما هي خلي بالك هي اكيد تقعد مع المسيح برضه ايه طبعا طبعا هي بتحب المسيح يعني لما نرجع برضك لانجيل يوحنا آه صح 11 يوحنا 11 نشوف بيقول ايه ايه هو عن الرب آه يسوع عن آه آه مريم مرثا عدد خمسه وكان يسوع يحب مرثا واختها ولعاذر وحطت مرثا في الاول يعني المسيح بيحبها وهي بتحب المسيح جدا ده بسببه نشاطها وخدمتها اللي عايزه تخدمها له يعني هي عايزه تبين شطارتها و... و يعني في الاكل وغيره ب... باكبر قدر ممكن عشان تبين في في, في كده محبتها للمسيح هي هي مش عايزه مش عايزه تقدم اقل حاجه عايزه تقدم افضل آه ما أحسن عندها احسن حاجه هي هو بيقولها ك... عارف كلمه لاجل امور كثيره لو اتقالت لاي حد مننا من المسيح معناها رتب اولوياتك حط ايه الاهم و... 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 واللي بعديه يعني يعني حط شو... اهم شوف حاجه إيه في الاول ايه الاهم في الموقف ده بالظبط وبعد كده المهم والاقل اقل اهميه رتب اولوياتك انت في كتير حاجات عايز تعمليها في نفس الوقت وده مش حي... مش حي... احنا مش مش انتج اه بنعمل كده بالظبط طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل الجزء دوت لكن انا عايزه كمان اقول قبل الفاصل ان احنا كتير اوقات بنشغل نفسنا في حاجات كتيره قوي وبنبقى مش عارفين الاولويه فيها في الحاجات دي ايه نطلع فاصل ونرجع نكمل موقف المسيح مع مارشال مارين شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج ان كان لديك اي سؤال او استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو راسلنا على البريد الإلكتروني info.alkarmatv.com كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على box 3610 seal beach california 90740 انا اعزائي المشاهدين وتعالوا نعيش مع بعض موقف المسيح مع مرسى ومريم آه يا شيخ يوسف انا فعلا يعني بعيش الموقف انا كنت اتمنى اساسا اكون مكان مرسى او مريم وبحب ان انا اكون بتخيل نفسي قوي حت... مين اكتر مريم ولا مرسى؟ لا بطبيعتك مش اللي تحبيه دلوقتي يعني انت نشيطه ولا متامله يعني اكتر؟ يعني من ده على ده يعني بس أوكي. ممكن مريم اكتر, أكتر. اوكي <applause> بس انا بحب مرسى او يعني اوقات آه. بقوم بدور مرسى آه. يعني اه طيب الآية فأجاب يسوع وقال لها مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد اه يقصد إيه؟ دي من الأشياء كلمة واحد بس الحاجة إلى واحد واحد دي إيه اللي مقصود بيها؟ دي عمل فعلا شوية بلبلة اه و أنا سمعت فيها تفسير وتفاسير وتفسير كثيرة التفسير اللي كان مشهور لمدة طويلة إلى شخص المسيح يعني ده اللي اشتهر لمده طويله اتعلمناه آه يعني ان الحاجه من الى المسيح اه يعني آه. احنا بلاش ناكل ونشرب ولا نعمل حاجه وده يعني آه ناس آه بتفسر احنا كفايه بس المسيح المسيح فينا ويشبعنا و... ففي كان تفسير بالمعنى ده لكن كلمه واحد في اليونانيه لان دايما عندي ثلاث احتمالات لا اما مؤنث لا اما مذكر لا اما محايد فلو هو كان مذكر واحد ده كان يبقى المسيح فعلا كويس لكن هو محايد جاي هي تقريبا الاقرب الى شيء واحد مش شيء. الى شخص المفروض تبقى كده طيب هل التفسير ان هو الحاجه الى اكل صنف واحد بس انت بتعملي اصناف كتير والحاجه لنوع واحد ده ممكن تكون صح؟ اه في ناس مالت لكده <applause> يعني في ناس مالت لكده لكن في ناس اكدت العكس نتيجه الكلام اللي بعديها بالظبط الايه اللي بعدها اه يعني وانا برضو يعني م. يعني انا ممكن اتقبل ك يعني امل ان ان الحاجه الى واحد يقصد المسيح لان هو بيجي بعد كده فاختارت مريم النصيب الصالح يقصد م. مين النصيب الصالح الجلسه مع المسيح التعبد عند قدمي المسيح آه. مش المسيح نفسه آه أوكي. يعني حاله العباده الحاله اللي اختارتها مريم لان ده مش معناه ان مرسى ما اختارتش المسيح كمان يعني اصل الكلام ده آه. لو المسيح كان قصده ده معناه ان مرسى ما اختارتهوش آه. وبالتالي الناس رفضها لا طبعا فهو الاقرب الى الحاله اللي هي اخذتها دي واختارت انها, إنها تكون إن عند قدميها بالظبط وتتلمس بالظبط يبقى انا كده ممكن اقول الحاجه الى واحد الحاجه الى واحد الحاجه الى حاجه واحده انت تعمليها لا بس أو هي ايه بالتحديد اه يعني انا شايفه ان هو اختارت مريم بقى ان هي تتلمس او ان هي تتعلم او ان هي آه آه. فهي يعني عيد م. على التعليم او التلمذه او السماع كلمه ربنا مش عايد على الشخص لا مش على الشخص كده. لا مش على الشخص هي الاقرب لكده بس زي ما بقول لك في ناس بتقول الحاجه اللي صنف واحد بس اللي جاي بعديها ينقضها فهماني لكن الاقرب هي الى شيء واحد اللي هي العباده الوجود عند قدوة المسيح التلمذه دي ده, ده اللي احنا محتاجينه وانا في رايي الحاله اللي وصلت لها مرسى دي احنا كنا بنوصل لها وامتى بنوصل لها لما نبتدي نرثي لانفسنا ويصعب علينا اللي احنا بنعمله محدش شايفه او محدش مقدره ولما في نفس اللحظه نبتدي ننتقد الاخرين يعني لما ابتدي انا اقول ان انا لوحدي بشتغل وبلوم المسيح وبلوم آه مريم وحاسه ان يعني مش حاسه باللي انا فيه يعني بتاع ومش حد حاسس بيا يعني م. بص يا شيخ يوسف وانت بتتكلم أما انا بتخيل نفسي كأم م. وست بيت آه وزوجة م. وبيجي في وقت ضغط حاجات كتير قوي ده, ده 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 حاجه عمليه أيوه، أيوه، أيوه. جدا آه ضغط شغل وضغط شغل بيت م. ومسؤوليه اكل ومسؤوليه عيال ومش حاسه ان شريك حياتي او م. مش حاسه ان ولادي اللي في البيت اللي ممكن يساعدوني بيساعدوني بالظبط فطبعا بيجي في وقت احنا بنبقى عاملين زي مرسى ما عشان كده كتير من المفسرين قالوا لقد تكلمت مرسى بعد ان فاق الامر حدود احتمالها يعني هي اضطرت تتكلم هي ما كانتش ناويه تتكلم بس فاض بيها نتيجه انها دا... 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 طالعه داخله نازله ومريم مش بتتحرك والمسيح ما بيعملش حاجه ومتهيألي ده كمان مو... مش موقف الوحيد متهيألي الموقف ده متكرر عشان كده خلاص يعني لا مش متاكد انا من دي انه يعني متكرر لا لا انا اعتقد المره دي نتيجه المفاجاه مش متكرر غضبها لكن متكرر ان مريم بتسيبها وتروح تقعد عند المسيح بردك لا غالبا زي ما انا قلت هي كانت ساعدتها مم. وتركتها بعد كده لكن كانت ابتدت وغالبا لو في عيد هي معاها طول اليوم انا مش عايز الوم آه مريم بردك لا بالعكس بس هي شافت ان فرصه وجود المسيح فرصه لا تتكرر وبالتالي كل لحظه مع المسيح ما دي اختيارات عشان كده المسيح عظمته انه قال ايه اختارت, اختارت النصيب الصالح. اختارت لا اختارت دي اما كلمه. ان هي في الاخر ربنا مدينا حريه. ان احنا في الاخر نختار سواء ان احنا نفضل معاه نتعبد له نخدمه ما هي كانت بتعمل ايه؟ بتخدمه هي بتعمل حاجه وحشه ما كانت بتخدمه ما احنا كمان بنخدمه بس في خدمتنا ليه بننسى جلستنا معاه ولا لا؟ طيب. آه حلو قوي الكلام ده وتعالي تعالى بقى من ناحيه ثانيه سيبك من البيت وشغل البيت والكلام ده كله لكن لو انا مشغول في خدمه. والخدمة دي مأثرة على الوقت اللي أنا المفروض أدرس فيه أو أسمع فيه كلمة ربنا أو أتعلم فيه. أوه. زي مثلاً. آه. هقول لك مثال عملي جداً جداً. مم. مدرسين مدارس الأحد اللي بيكونوا مع الولاد مم. في فصول مدارس الأحد ومش بيسمعوا خدمة يوم الأحد. امم. اختيار. تاني قولي مدرسين مدارس الاحد آه. اللي بيعملوا طب غصب لكن في نفس الوقت هم مش بيسمعوا لا لا لا, لا ما دي الفكره ازاي انا اعوض حاجه زي كده؟ يعني هل يعني اولا ان الاحد في صباح ومساء ثانيا في حاجه اسمها يوم الجمعه ثانيا في, في الاجتماع لكن هنا انا اقصد طبعا عليك حق صح لكن هنا لا لازم يلاقوا مصدر ما ينفعش لازم بالتناوب مثلا ما يبقاش ال 20 قاعدين او ثلاثه او سته وما بياخدوش اي غذاء و فانا لا انا يعني دول مش هيعملوا مايده ولا مره دول مش هي... مش حي مش هيرنموا مع الجماعه حتى لو ميدا بس انا انا مش بكلم كمان عن الناس الكبيره لكن في شباب يا شيخ يوسف بيستسهلوا او بينبسطوا بان هم بيخدموا لكن ما بيسمعوش طيب وما بيتعلموش بحجم الشاشه اللي احنا بنتكلم فيها دي بحجم الشاشه لازم تكتب كارثه دي كارثه دول لازم يوقفوا خدمه 100% يعني الكنيسه تعوضهم باي حد والكنيسه تلزمهم بدرجه ما ان هم يرجعوا تاني ل شركتهم وعلاقتهم بالكنيسه وبربنا يعني بالاثنين يعني الله اوجد الكنيسه ايضا عشان نكون فيها في شركه فعاله مع بعض وبنتعلم مع بعض وبنكسر خبز مع بعض بنصلي مع بعض ما ينفعش الشخص بحجه الخدمه او بسبب الخدمه يكون بعيد عن الشركه مع الكنيسه وبعيد عن جلسته وعلاقته بالله الشخصيه وتعليمه ان هو يتعلم او يتلمذ دي حاجه اساسيه دي بالظبط لازم <applause> لازم يكون في مصدر غذاء حقيقي ليه عشان يقدر يدي ده دي دي okay. مهمه قوي بشكرك م. ايه معنى لن ينزع منها لما بيكمل الذي لن ينزع منها في رايي انا معرفه المسيح ودي خبرتي انا فيها طابع الخلود فيها طابع حاجة أبدية. ابديه معرفه المسيح مش زي الأصدقاء اللي ممكن واحد يسافر وواحد يموت وواحد يمرض وواحد لا دي بداية ليس لها نهاية يعني لن ينزع منها الجلسة دي الشركة دي العلاقة دي مش شخص المسيح بس يعني هي دي الفكرة يعني أنا ممكن أقول إيه شخص المسيح موجود ما هو موجود في البيت بتاع يعني مرثا ومريم وممكن يكون في ناس كثيرة موجودة بس العلاقة والشركة هي الأهم من الوجود في حد ذاته فالمسيح ممكن يكون موجود في البيت كويس هو اكيد موجود في الكنيسه بس كم واحد عينيهم مفتحه وقادرين يكتشفوا وجوده وبالتالي متمتعين بالشركه بالشركه معاه يعني مش بس وقت التسبيح من اللحظه الاولى ومش بس وقت الكنيسه يعني هي فكره الشركه فكره حضور الله في حياتنا هي دي التي لن تنزع منا الى الابد سيظل هذا النصيب الصالح وده اللي اختاره يشوع يعني لما نرجع ليشوع لي 24 25 اما انا وبيتي فنعبد الرب. ده اللي اختاره موسى في عبرانيين 11 25 يعني لما نرجع فكره ان اختيار انت بتختار واللي بتختاره هنا بيكمل معاك لكن انا زي ما بتقولي انا اخاف جدا من موضوع الخدمه دي الخدمه دي حاجه انا شايفاها طبعا وعملناها في وقت على فكره وادركنا ده متاخر جدا وابتدينا نتعلم متاخر فاحنا عايزين ننبه المشاهدين القاده كمان ما ما انا بقول يعني. ما انا عايزين ننبه المشاهدين القاده الناس المسؤوله وننبه ناخد بالنا انه الخدمه ممكن تحرقك يعني زي ما حرقت مرثا يعني دي واحده فاض بيها وحاسه انها لوحدها فبيجي في الاخر تنفجر فماني اسف في التعبير دي لو مش بتحب المسيح كده كانت البيت ومشيت وقالت له كلام صعب شويه قل لا انت عني وأما تبالي و... لا يعني قالت له كلام صعب مم. يعني كانه مش حاس بيها وده مش مش واقع لكن هي محبتها ليه كانت ثابته وحبه هو ليها كان كبير فاحنا مش عايزين نقلل انا اللي بقوله بقى كنيسه ليست فيها مرثات يعني جمع مرثى لا تقل في احتياجها من كنيسة مليئة بالمريمات ونفس الفكرة بالنسبة للمريمات احنا محتاجين الاثنين طيب ما انا انا عايزه بقى اوضح بالسؤال الثاني أه. يعني هي مرسى اختارت غلط ولا هي اقل من مريم في محبتها للمسيح يعني دور مرسى محتاجينه لحد قد ايه والمفروض مرسى تعدل ايه في شخصيتها اوكي مرسى لازم تضع من ضمن اولوياتها جلسه المسيح تكون مهمه يعني او تاخد آه يعني آه يعني ايه آه اولويات, أولويات تبقى حاجه مهمة اه, آه ان انا اجي الحاجات المهمه ومارس ومريم العكس مريم لازم تضع الخدمه ايضا يعني احنا الكنيسه مش هتقوم من غير خدمه الكنيسه مش هتعيش بالتعبد او بالتامل يعني لازم الكنيسه يبقى فيها ناس بتخدم فعلا ونشيطه دي جدا والبيت نفسه كده يعني اي بيت مسيحي عادي اي شخص بلاش البيت خلينا اي شخص محتاج الحالتين دايما في في حياته الاسيس ابراهيم سعيد في شرحه للموقف لل... لل... ده في تفسيره ال... لانجيل لوقا صفحه 291 قال ايه ان انا قلته قبل كده ان كنيسه كلها مريمات لا تقل في نقصها انها ناقصه يعني عن كنيسه كلها مرثات يعني, يعني, لو كل الكنيسه مريمات مش كفايه آه. مين هيخدم يعني ومين اذهبوا الى العالم لا طبعا وان كنت ما يعني مسجون و... وكنت عريان وكنت مين اللي هيقوم بالخدمه دي؟ مين اللي هيدي ده؟ يعني اكتفي بالعباده لا عشان كده انا بقول السماء هيبقى فيها العباده اكتر يعني العباده لكن بس فيها شغل وفيها شغل 100% لا 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 ما فيها شغل طبعا فيها خدمه اه ومهم جدا ان يكون كل شخص فيه مرسى ومريم ما يبقاش مرسى وما يبقاش مريم الاختيار مش لا. بين مرسى ومريم لا. لا الاختيار الاثنين لكن ممكن يبقى في حد عنده مريم أوه. اعلى وحد تاني مرسى اعلى، لكن لازم الاثنين يكونوا موجودين. شكرا ليك يا يوسف وموقف كان جميل كنا بنعيشه معاك وبنعيشه مع المسيح ومرسى ومريم، شكرا م. ليك ونتقابل في حلقه جديده وموقف جديد. اعزائي المشاهدين زي ما شفنا دور مرسى ودور مريم. غلط جدا ان احنا نكون بننسى نفسنا في الخدمه والحاجات اللي بنعملها وننسى التعليم وننسى كلمه ربنا في حياتنا وتاسيسنا. وغلط جدا ان احنا نكون بنتعلم بس والحكايه تقف لغايه عندنا وما يكونش لينا خدمه وان احنا نكون بنذهب للعالم وبنكرز بالانجيل مهم جدا ان انا اكون بعمل الحاجتين بتعلم بتلمز بعرف كلمه ربنا واتعمق فيها لكن كمان بتغير فيا وبكون بشهد بيها وبعلن بيها لكل العالم شكرا لكم اعزائي المشاهدين لمتابعتكم والى اللقاء في حلقه جديده وموقف جديد من مواقف مع المسيح